السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله. عندي سؤال بس يا شيخ عايز تجاوبك فيه. تفضل. الشيخ اللي بيصلي في المسجد اللي تحتينا صوفي، صوفي قبوري، هل يجوز الصلاة وراه ولا لا يجوز؟ يعني اعتقد ان غير الله من الأموات. هو بيروح يحضر أضرحة وحاجات من دي. اسمح لي في الكلام، يعني بتتكلم في قضية تكفير الرجل. لا مش تكفير، أنا بقول لا، ما هو عفوا، والصلاة مبنية على الكفر من عدمه. إذا كنت ستحكم عليه بالكفر لا تصلي بعده أبدا. أنا ما أعرفش أحكم عليه بالكفر ولا لا، يعني ما أقدرش. صلي في مسجد آخر أفضل.